الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الباب الأول من كتاب التوحيد، من كتاب الكافي الشريف لثقة الإسلام الكليني، هو باب حدوث العالم وإثبات المحدث. الحديث الأول من هذا الباب يتضمن قصة احتجاج الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام مع زنديق قصد الإمام من مصر ليحاججه على الإلحاد. كان هناك زنديق بمصر، ويبدو أن الرجل كان مناظرا قويا، بحيث أنه ناظر بعض الناس فلم يتمكنوا من إثبات التوحيد، فقصد الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، وكان الإمام في مكة، فجاء إلى الإمام وبدأ بالكلام. الإمام عليه الصلاة والسلام استعمل مع هذا الشخص طريقة ناجحة وناجعة في الحوار. أولا، هذا الرجل كان معتدا بنفسه، وكان يتصور أنه غالب في الحجة، ولذلك خرج من مصر إلى مكة وطوى هذه المسافة البعيدة ليثبت كلامه. وهذا طريقة الإنسان الذي يتصور أنه غالب في الحجة. الإمام عليه الصلاة والسلام استعمل معه الأسلوب النفسي، وأيضا استعمل معه الأسلوب العلمي. في كثير من الأحيان الشخص الذي يعتد بنفسه كثيرا، هذا الإنسان حالته النفسية والكبر الذي يعيشه يكون حاجزا بينه وبين فهم كلام الطرف المقابل، يكون حاجزا بينه وبين قبول كلام الطرف المقابل. ولذلك نحن نشاهد كثيرا ما المناظرات والمحاججات، أحد الطرفين يقول كلاما باطلا ويسمع كلاما حقا، ولكن يستمر في باطله، يستمر في الجدال في الباطل، مع أن حجته داحضة، حجته باطلة. لماذا؟ لحالة العناد الذي يعيشه، وحالة العناد هي حالة نفسية منشأها التكبر. هذا الإنسان يتكبر على الحق، ولذلك يرفض قبول الحق. أو إن هذا الإنسان يتصور أن كلامه كلام عال في مستواه، وأن مناظره إنسان ليس له مستوى ولا كلام حق، فلا يصغي إلى كلام المتكلم. إذا لم يصغي إلى كلامه لا يلتفت إلى مغزاه، لا يلتفت إلى الحق الذي هو موجود فيه، فلذلك تجده يدور في دوامة ويكرر باطله ويحاول دحض حجة الحق لأنه لم يفهمها بشكل صحيح. لماذا لم يفهمها؟ لأنه لم يصغ إليها تكبرا وترفعا
وتصورا منه أنه يفهم كل شيء والطرف الآخر لا يفهم أي شيء. فحينئذ مع هكذا ناس لا يكفي مجرد النقاش العلمي، وإنما بحاجة إلى ضم طريقة نفسية تخرجه عن هذه الحالة من العناد أو التكبر، وضم الطريقة النفسية إلى المادة العلمية هي طريقة ناجحة في إيصال الحق وإقناع الطرف الآخر. ولذلك الآن المناظرات والمحاججات والحوار والكلام بحاجة إلى معرفة كبيرة بعلم النفس. بعض الأحيان المناظر هو بفطرته بذاته أو بالتجربة التي اكتسبها يتعلم هناك أساليب نفسية ويستعملها في كلامه، وفي كثير من الأحيان الأمر بحاجة إلى تعلم. لا يكفي الفطرة أو الذات أو التجربة، وإنما بحاجة إلى تعلم. ولذلك الآن مدارس علم النفس وكتب علم النفس تتكلم في هذه النقاط، في كيفية التأثير على المخاطب، على الشخص الذي يستمع إلى كلام الإنسان، سواء كان مستمعا أو كان مناظرا. الإمام عليه الصلاة والسلام في البداية عندما رأى هذا الشخص، شخص مغرور متكبر، استعمل معه أسلوب نفسي، وبعد أن كسر الحاجز النفسي الذي كان بين هذا الشخص الزنديق وبين الحق، بعد ذلك استعمل الأسلوب العلمي كما نبينه في طي الكلام. هذا الرجل كان زنديقا، في الحديث قال لي هشام بن الحكم كان بمصر زنديق تبلغه عن أبي عبد الله أشياء، لأن صيت الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام العلمي انتشر في البلدان الإسلامية، لأنه عليه السلام كان في الفترة الفاصلة بين ملك بني أمية وبين ملك بني العباس، وهذه الفترة لضعف بني أمية من جانب، والانشغال بني العباس بالتوطيد ملكهم من جانب آخر، استثمرها الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام لنشر علوم الرسول وعلوم أجداده الأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام. فلذلك صيت الإمام عليه الصلاة والسلام انتشر فبلغ هذا الرجل. طبعا في الحديث يقول كان بمصر زنديق، هذه كلمة زنديق هي كلمة معربة، بالأصل هي كلمة فارسية منسوبة إلى زند. زند كتاب مشهور للمجوس، فالنسبة إلى زند يقال له زندي، يعني منسوب إلى هذا الكتاب، والمعنى أن هذا الرجل مجوسي. فيبدو أنه في البداية هذه الكلمة كانت تستعمل بمعناها الحقيقي وهو الثنوي. الثنوي يعني القائل بإلهين اثنين، لأن المجوس يعتقدون بإلهين، إله الخير وإله الشر. ولكن عندما عربت هذه الكلمة من زندي إلى زنديق، استعملت في الملحد الذي ينكر وجود الخالق إطلاقا. ونحن ذكرنا في الجلسة الماضية أنه إنكار الخالق هذه حالة طارئة كانت، وإلا الناس كانوا يعتقدون بالخالق،
ولكن يشركون، يعتقدون بالأصنام إضافة إلى الله سبحانه وتعالى، أو لم يكونوا يعتقدون بالله لكن يعتقدون بخالق آخر. لكن بعد ذلك ظهر الإلحاد بين الناس، وهو إنكار الخالق نهائيا، أن هذا العالم ليس له خالق. فهذا الرجل خرج من مصر ليناظر الإمام عليه الصلاة والسلام، خروج من مصر إلى المدينة ثم إلى مكة ليناظر الإمام، يكشف عن أن هذا الرجل كان معتدا بنفسه أيما اعتداد، بحيث أنه قطع هذه المسافات ليناظر الإمام عليه الصلاة والسلام. فجاء إلى مكة وكان الإمام عليه الصلاة والسلام في طواف. الرجل كان اسمه عبد الملك، اسمه عبد الملك، وكنيته أبو عبد الله، فاسم عبد الملك والكنية أبو عبد الله. الإمام كان يطوف، فهذا الرجل لشدة اعتنائه بنفسه جاء والإمام يطوف، فضرب كتفه كتف أبي عبد الله عليه السلام، يعني بكتفه ضرب الإمام عليه الصلاة والسلام اعتدادا منه بنفسه، وأيضا إعلاما للإمام أنه أنا قد جئت لكي أناظرك. فالإمام عليه الصلاة والسلام بمجرد أن فعل هذا الرجل هذه الفعلة، ضرب بكتفه كتف الإمام عليه الصلاة والسلام، استعمل أسلوب نفسي معه ليكسر هذا الغرور الذي يعتمل ويعيش في نفسه. فقال له أبو عبد الله عليه السلام: ما اسمك؟ سأل عن اسمه، فقال: اسمي عبد الملك. قال: فما كنيتك؟ قال: كنيتي أبو عبد الله. زين، الرجل ملحد، إذا ملحد فكيف هو عبد الملك؟ الملك هو الله سبحانه وتعالى، هو الخالق، فكيف أنت صرت عبدا لشخص لا تعتقد بوجوده؟ وكيف كنيتك أبو عبد الله وأنت لا تعتقد بوجود الله سبحانه وتعالى؟ فكيف صار ابنك عبدا لله؟ فقال له أبو عبد الله عليه السلام: فمن هذا الملك الذي أنت عبده؟ الإمام سأل سؤال عام: من هو هذا الملك اللي أنت عبد له؟ أم من ملوك الأرض أم من ملوك السماء؟ وأخبرني عن ابنك عبد إله السماء أم عبد إله الأرض؟ عبد الملك، عبد الله، من هو هذا الملك ومن هو هذا الإله؟ زين، قل ما شئت تخصم، أي شيء قلت هذا الجواب لا يكون بصالحك. لماذا؟ لأنه إذا أنت اعترفت بوجود ملك، سواء سميته الله أم زعمت أنه غير الله، وهذا الإله الذي هو ابنك عبد له، سواء اعترفت بأنه الله خالق السماوات والأرض أم قلت زعمت أنه غير الله، تخصم، يعني الجواب لا يكون بصالحك، لأنك تنكر وجود الخالق بالأساس. فإذا أثبتت ملكا أنت عبدا له، وأثبتت إلها ابنك عبدا له، فهذا إثبات للخالق أيا سميته. زين، هنا كان يمكن لهذا الزنديق أن يجيب ويقول مثلا: أما عبد الملك فأنا لم أسمي نفسي به، وإنما أبي سماني بهذا الاسم. ومن المعلوم أن الأبناء ليس لهم شأن في تعيين أسمائهم، يولد الطفل وأبوه يعين اسمه، وكذلك الكنية، خاصة الكنية
بين العرب كانت توضع على الوليد أيضا، يعني الطفل عندما يولد يوضع له كنية، توضع له كنية، والكنية ليست خاصة بالذي ولد له ولد ثم يكنى باسم ولده. ولذلك في كثير من الأحيان ناس ليس لهم أولاد ولكن لهم كنى. كان يمكن أن يجيب أن الاسم لم أضعه أنا على نفسي، وكنية ولدي لم تكن باختياري، الناس وضعوها له. لأن كثير من الأحيان الكنية الناس يضعونها على الإنسان. هذا كان يمكن يكون جوابه، ولكن لم يتمكن من ذكر هذا الكلام. لماذا؟ لأن غرض الإمام عليه الصلاة والسلام ما كان الجدال في هذه النقطة، الغرض كان كسر الغرور الذي يعيشه هذا الشخص. بأول لقاء فعل فعلا، وهو أنه ضرب كتفه بكتف الإمام ليبين مثلا شدة اطمئنانه بنفسه واعتداده بنفسه. فأول كلام من الإمام عليه الصلاة والسلام كان كسر لهذه الحالة النفسية التي يعيشها. لذلك عندما دخل بغرور اصطدم اصطدام شديد، وهذا الاصطدام الشديد كان يسبب أنه يبدأ بالدفاع عن نفسه. ولذلك الإمام عليه الصلاة والسلام جعل فترة لكي تتوازن حالته النفسية، ولكي يفكر ويتكلم بعقله، ولكي يتلقى الكلام بعقله وبفكره. لأن الإنسان عندما يصاب بصدمة نفسية قد يكون لهذه الصدمة النفسية أثر معاكس. يبدأ الإنسان الانتصار لذاته، فيبدأ بالكلام غير المناسب، ويبدأ بالمغالطة. فلذلك الإمام عليه الصلاة والسلام عندما كسر شوكته النفسية وكسر غروره أعطاه فرصة ليتوازن ولتتوازن حالته النفسية، فقال له: انتظر بعد أن أكمل طوافي آتي وأتكلم معك. هنا هشام بن الحكم، وهشام بن الحكم هذا كان من خيرة أصحاب الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. في البداية هشام بن الحكم كان منحرفا عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لكن التقى بالإمام عليه الصلاة والسلام وتكلم مع الإمام، فالإمام هداه. هشام بن الحكم في البداية ما كان يعتقد بإمامة الإمام الصادق، بل حتى كان يعتقد بالتجسيم، يعني يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى جسم. لكن التقى بالإمام عليه الصلاة والسلام والإمام تكلم معه وأراه البراهين فآمن وحسن إيمانه، وعلمه الإمام عليه الصلاة والسلام الكلام فبرع في الكلام وصار من أكبر متكلمي الشيعة. وفي كثير من الأحيان نحن نجد ناس كانوا على غير طريق الحق، لكن الله سبحانه وتعالى هيأ لهم أسباب الهداية فاهتدوا، وحينما اهتدوا برعوا في الهداية وفي الدين. الرسول صلى الله عليه وآله عندما بعث جميع من كان في الجزيرة العربية إلا القليل جدا كانوا مشركين، وهؤلاء قسم منهم آمنوا بالرسول صلى الله عليه وآله بعد كفرهم وبعد شركهم، وتعلموا من الرسول واهتدوا وبرعوا ودافعوا عن الإسلام بفعلهم بجهادهم وبسيفهم. وكثير منهم استشهدوا بين يدي الرسول صلى الله عليه وآله، كحمزة بن عبد المطلب رضوان الله تعالى عليه، وعبيدة بن الحارث بن عم الرسول صلى الله عليه وآله الذي استشهد في بدر، حمزة استشهد في أحد،
وهناك كثير من الناس الذين آمنوا بالرسول بعد شركهم وجاهدوا في سبيل الله بلسانهم بفعلهم. كذلك كان هناك ناس يعاصرون الأئمة عليهم الصلاة والسلام، قد يكونوا من المسلمين لكنهم كانوا منحرفين، فبلقائهم بالأئمة اهتدوا، وبعد هدايتهم كانت لهم القابلية ليتعلموا من الأئمة ويبرعوا في العلم وفي الكمالات. هكذا كان هشام بن الحكم رضوان الله تعالى عليه، بعد انحرافه والتقائه بالإمام الصادق آمن وحسن إيمانه وصار من أكابر المتكلمين لدى الشيعة الإمامية. فهشام بن الحكم حينما رأى أن هذا الرجل اختل توازنه النفسي وشعر بمرارة الصدمة والانكسار، هنا أراد أن يمتص غضب هذا الشخص ويمتص النقمة التي أصابته، لكي إذا بعد ذلك جاء ويحاور الإمام يكون بحالة نفسية سليمة. فهنا هشام بن الحكم يقول للزنديق: أما ترد عليه؟ ما ترد على الإمام عليه الصلاة والسلام؟ الإمام قال لك أنت عبد الملك، فمن هذا الملك الذي أنت عبده؟ أم من ملوك الأرض أم من ملوك السماء؟ وكنيتك أبو عبد الله، ابنك هذا عبد إله السماء أم عبد إله الأرض؟ قل ما شئت تخصم. فحينئذ هشام قال: أما ترد عليه؟ هذا الرجل وجد فرصة، مع أن هشام بن الحكم لم يقل له كلاما سيئا، قال: لماذا لا ترد عليه؟ قال لك كلام رد عليه. لكن لأنه الغرض كان امتصاص نقمته، فلذلك حينما قال له هشام بن الحكم هذا الكلام يقول: فقبح قولي، يعني تكلم بكلام يدل على أن قولي قبيح، والظاهر أنه نهر هشام وتكلم بكلام خشن مع هشام، فهذا الكلام فرغ الصدمة النفسية التي ابتلي بها، توازنت حالته. الإمام أيضا أعطاه فرصة أيضا لتتوازن حالته النفسية أكثر، فقال أبو عبد الله، يعني الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: إذا فرغت من الطواف فأتنا، إذا أنا فرغت من الطواف تعال حتى نتناظر لما جئت إليه. هذا الأسلوب الأول كان هو استعمال أسلوب نفسي لكي هذا الشخص يصغي إلى الحق ولا يحاول أن يجادل بالباطل ليدحض الحق. بعد ذلك الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام استعمل الأسلوب العلمي. الأسلوب العلمي في مرحلتين، المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، لأنه في المحاججة يحتاج إلى التدرج ولا يمكن حرق المراحل في المناظرات، إذا الإنسان بدأ من الأخير قد لا يصل إلى نتيجة. المرحلة الأولى التي بينها الإمام وناظر وناقش فيه هذا الشخص الزنديق هي مرحلة إيجاد الشك فيه. بعد أن شك، الإمام جاء إلى المرحلة الثانية وهو المحاججة بطريقة توجد اليقين فيه على بطلان ما كان يزعمه، لأن الإنسان إذا هو متيقن بشيء أنت تريد أن تقنعه بعكس ذلك، كيف تقنعه بعكس ذلك؟ الطريقة هي أن تدخل الشك أولا في قلبه على لكي يشك في ما يزعمه، وبعد ذلك تبين البراهين الذي يتحول فيها من الشك إلى اليقين. ولذلك الشك إذا أخذ قنطرة لليقين فهذا شك ممدوح، لكن إذا الشك
اتخذ منزلا لا قنطرة، يعني الإنسان يدخل في الشك ويبقى في الشك دائما، هذا مذموم، لأن الشك إذا الإنسان بقي فيه يدمر حياة الإنسان. الآن في علم النفس يقولون الإنسان الحائر إنسان فاشل، يجب أن لا يكون الإنسان حائرا. نعم في البداية حينما يريد يختار الصحيح يفكر، الاحتمالات المختلفة يضعها أمامه، هذه مرحلة الشك، أي الاحتمالات هو الأقرب، هذا شك. بعد ذلك يفكر في احتمال احتمال إلى أن يرجح احتمالا على من هذه الاحتمالات، يعني ينتقل من مرحلة الشك إلى مرحلة اليقين. وإلا الإنسان إذا بقي حائرا هذا الإنسان يتردد في كل أموره، والإنسان المتردد لا يقدم، إذا أقدم يضع خطوة إلى الأمام وخطوة إلى الوراء، وهكذا إلى أن تمضي الأيام والشهور والسنين وهو في هذه الحالة. أما الإنسان الذي قرر وتيقن وانطلق فهذا الإنسان احتمال نجاحه يكون احتمال كبير جدا. قرأت قبل فترة تقريرا، في هذا التقرير ذكر أنه مجموعة من علماء النفس أرادوا أن يثبتوا علميا ضرر التردد والحيرة، ذهبوا إلى مدرسة من المدارس المتوسطة وسألوا الطلبة عن ماذا يريدون أن يكون عملهم في المستقبل، فكل طالب من الطلبة بيّن، أحدهم قال أريد أن أتحول إلى طبيب، والآخر قال أريد أن أكون مهندسا، والآخر قال أكون طيارا، والرابع قال كذا وكذا وكذا. ومجموعة من هؤلاء الطلبة قالوا نحن لم نقرر بعد، متحيرون لا ندري، وسجلوا ووثقوا هذه الكلمات. بعد سنوات طوال راجعوا شخص شخص من هؤلاء الطلبة، وجدوا غالب من عينوا هدفهم المستقبلي وصلوا إلى ما عينوا إليه. الذي قال أريد أن أكون طبيبا هو طبيب، والذي قال أريد أن أكون مهندسا هو مهندس، والذي قال أريد أن أكون طيارا هو طيار، وهكذا. ووجدوا غالب من أجابوا بأنهم لم يقرروا بعد، وجدوهم عاطلين عن العمل ولا زالوا يعيشون في حالة التردد، لأن الإنسان عندما يحسم أمره يحاول أن يصل إلى النتيجة لا يتجبجب، لكن إذا لم يحسم أمره خطوة إلى الأمام وخطوة إلى الوراء. فإذا الإنسان بدأ بالشك لكن الشك الذي يوصله إلى اليقين، هذا شك محمود، كما إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قضية عبادته، ولو أن إبراهيم لم يكن شاكا والأنبياء لم يكونوا كفار من بداية مولدهم، بل من قبل مولدهم الله سبحانه وتعالى اصطفاهم اختارهم، فلذلك يولدون موحدين. ولكن لتعليمنا، إبراهيم عليه الصلاة والسلام رأى كوكبا قال هذا ربي، طبعا هو استفهامه، هو كلامه استفهام إنكاري، يعني أهذا ربي، لكن طريقة الكلام هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، كيف يكون ربا يأفل. ثم رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. هذه الطريقة تعليم بأنه الإنسان يرى أن قوم يعبدون كوكب، أن قوم يعبدون قمرا، أن قوم يعبدون شمسا، هل كلامهم صحيح؟ ويستدل على بطلان كلامهم، ينتقل من مرحلة الشك إلى مرحلة اليقين، فيقينه يكون أثبت وأدوم.
أما الإنسان الذي يعيش الشك دائما، يشكك في كل شيء ويبقى في هذه المرحلة، هذا الإنسان فاشل في حياته. ولذلك في الروايات مدح اليقين وذم الشك، لأن الإنسان المتيقن هو الذي يبني عقيدته وفكره على أرضية ثابتة. لذلك إذا جاءت الشبهات، إذا جاءت المشاكل، إذا تزلزل الوضع، هو لا يتزلزل، لأن عقيدته مبنية على اليقين. أما الإنسان الشاك بمجرد شبهة ينهار. في القضايا والمشكلات التي تعم المجتمع ينهار. ونحن نجد أن بعض المؤمنين كلما زادت الشبهات ازدادوا إيمانا. لماذا؟ لأن بطلان هذه الشبهات تتضح لهم لقوة يقينهم وقوة عقلهم وبحثهم وفكرهم. وهناك بعض الناس في الظاهر مؤمن، لكن بأقل زلزلة فكرية وشبهة عقائدية ينهار. هذا في الواقع لم يكن متيقنا، كان شاكا. فعلى كل حال، المرحلة الأولى هذا الرجل كان ملحدا، الإمام جاء به إلى الشك ليشك في عقيدته. بعد ذلك بدأ الإمام عليه الصلاة والسلام في المرحلة الثانية، وهي إثبات وجود الخالق وأنه الله سبحانه وتعالى. فهنا الإمام عليه الصلاة والسلام بدأ بالكلام، فقال أبو عبد الله عليه السلام للزنديق، بدأ بالمرحلة الأولى: أتعلم أن للأرض تحتا وفوقا؟ الأرض فيها طبقات وأيضا فوقها طبقات. قال: نعم. قال: فدخلت تحتها؟ دخلت تحت الأرض؟ قال: لا. قال: فما يدريك تحتها؟ من أين تعلم أن تحت الأرض أي شيء؟ قال: لا أدري، إلا أني أظن أن ليس تحتها شيء، أظن أنه ليس تحتها شيء. زين. الإمام قال أبو عبد الله: فالظن عاجز، لما لا تستيقن؟ أنت الآن تظن أن تحت الأرض ليس شيئا، لماذا لا تحصل اليقين بأن تحت الأرض أشياء؟ الظن عاجز. الإنسان إذا تمكن من الوصول إلى اليقين، عمله بالظن، هذا عاجز. ولذلك في مسائل العقائد الظن مرفوض. بل الإنسان في أي مسألة يتمكن من تحصيل اليقين يحصل اليقين ولا يعمل بالظن. لذا الله سبحانه وتعالى يذم المشركين، هؤلاء حينما يشركون أو حينما ينكرون المعاد أو ينكرون التوحيد: إن نظن إلا ظن، نظن. زين، إذا أنت تتمكن من تحصيل اليقين، لماذا تعمل بظنك وتبني أساسك على الظن الذي يخالف الواقع كثيرا؟ لأن الظن معناه احتمال الخلاف. الإنسان إذا 60% 70% 80% يحتمل أمرا، معنى ذلك أنه يحتمل خلاف ذلك الأمر، لأن اليقين معناه عدم احتمال الخلاف 100%. لكن 60% 70% معناه أن هناك 40% 30% احتمال الخلاف. فالإنسان إذا يتمكن من تحصيل اليقين، لماذا يعمل بظنه؟ طبعا الإمام عليه الصلاة والسلام، لأن هنا كان في جدال مع هذا الزنديق، ما كان يريد يحرق المراحل ويبدأ بالكلام بأن الله سبحانه وتعالى ليس له مكان وليس جسم وليس هو تحت الأرض ولا هو فوق الأرض، لأن تحت مكان، الفوق مكان، الله سبحانه وتعالى هو خالق المكان، فلا يعقل أن يكون المخلوق اللي هو المكان يحيط بالخالق الذي هو الله سبحانه وتعالى، هذا محال. لأن معنى ذلك تحديد الله سبحانه وتعالى، معنى ذلك وجود شيء أكبر من الله سبحانه وتعالى هو المكان الذي
يحتوي الله سبحانه وتعالى، بل الله سبحانه وتعالى ليس بجسم، والجسم ليس والذي ليس بجسم لا مكان له، كما سنتكلم في هذا في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى. هذه أمور في مرحلة بعدية يتكلم معه معها مع هذا الشخص. هذا الشخص لا يعتقد بوجود خالق، فلا معنى للكلام معه أن الخالق له مكان أو ليس له مكان، لا معنى للبحث معه حول أن الله سبحانه وتعالى ليس له جهة، وإنما يتكلم معه في المرحلة الأولى بمقدار ما يستوعبه عقله. أنت تنفي الخالق، زين، هل تحتمل أن يكون تحت الأرض مكان للخالق أو يكون فوق السماء مكان للخالق؟ أنت ذهبت إلى هناك لكي تقول أنه لا يوجد خالق؟ أنت عندما لم تذهب إلى هذه الأماكن كيف تنفي خالقا وأنت لم تذهب إلى كل الأماكن؟ هنا المقصود شنو هو؟ المقصود إدخال الشك في قلب هذا الشخص، شكا يوصله إلى اليقين. ولذلك الإمام عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة أدخل الشك مقدمة لليقين في قلب هذا الشخص. الإمام قال: فالظن عجز، لما لا تستيقن؟ إذا هناك يوجد طريقة لتحصيل اليقين، لماذا لا تحصل اليقين؟ بعد ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام عندما استعمل هذه الطريقة، أتم هذه الطريقة، كملها حتى هذا الشخص يشك في الباطل الذي يعتقد فيه من الإلحاد وإنكار الخالق، يستحكم الشك، يعني ينزل من درجة القطع اللي عنده بعدم وجود الخالق إلى مرحلة الشك، حتى بعد ذلك يلقي عليه البرهان. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: أفصعدت السماء؟ صعدت إلى السماء؟ قال: لا، ما صعدت إلى السماء. قال: أفتدري ما فيها؟ شنو أكو بالسماء؟ قال: لا. الإمام عليه الصلاة والسلام يقول له: عجبا لك، لم تبلغ المشرق ولم تبلغ المغرب. طبعا في السؤال لم يكن المغرب والمشرق، إنما كان تحت الأرض، ولكن واضح بعد الإمام اختصر الكلام، لم يذكر له أنت ذهبت إلى المشرق، ذهبت إلى المغرب. طبعا لا، خاصة في تلك الأزمنة التي وسائل المواصلات كانت ضعيفة جدا، أو أنه كان في ضمن كلام الإمام هذا السؤال، لكن الراوي اختصر الكلام لم يذكر هذا المقطع. عجبا لك، لم تبلغ المشرق ولم تبلغ المغرب ولم تنزل الأرض، يعني في أعماق الأرض، في أقطار الأرض، ولم تصعد السماء، ولم تجز هناك، يعني لم تعبر إلى السماء أو إلى مكان ذكره الإمام عليه الصلاة والسلام. أنت غالب الأماكن لم تذهب إليها، زين، إذا لم تذهب إليها لا تحتمل أن الخالق يكون هناك؟ إذا احتملت فكيف تنفي؟ فكيف تقول بعدم وجود خالق وأنت جاحد بما فيهن؟ وهل يجحد العاقل ما لا يعرف؟ العاقل إذا شيء لا يعرف يقول: لا أدري. يعني هذا الزنديق لو كان يقول أنه أنا لا أدري هل لي خالق أو ليس لي خالق، زين، هذا أهون، يؤتى ويستدله. لكن يأتي وينفي، يقول: لا، لا يوجد، وهو لم يذهب إلى الأماكن المختلفة. يعني الآن حتى الملحدين في عصرنا هذا نقول لهم: أنتم تنكرون الخالق، هذا إنكاركم لا يستند إلى برهان عقلي أصلا، الإنكار باطل منكم. لماذا؟ لأن العالم الآن كلما علماء الفلك يكتشفون أفلاك ويكتشفون مجرات ويكتشفون كواكب ونجوم، يعلمون بأن العالم وسيع جدا،
لحد الآن يقولون مليارات المجرات في هذا العالم، وكل مجرة فيها مليارات النجوم، وشمسنا إحدى صغار تلك النجوم. مليارات المجرات ومليارات النجوم. على كل حال، ما بعد ذلك يقولون لا ندري. العلم الحديث على تطوره، في كل يوم نسمع في الأخبار اكتشافات جديدة في علم الفلك. حتى في الأرض، هذه الأرض الصغيرة، طبقات الأرض غير مكتشفة لحد الآن، وإنما هذا تخمين بأن الأرض يكون لها نواة ثم قشرة باطنية ثم قشرة ظاهرية، لأنه لا يمكن النفوذ إلى داخل الأرض لشدة الحرارة بحيث أنه تبلغ آلاف الدرجات، درجة الحرارة في داخل الأرض، وإنما تخمين واستفادة بعض المعطيات العلمية هكذا توصلوا إليه. زين، فبناء على ذلك أنتم لم تعرفوا حقائق كثيرة، كيف تنكر الخالق؟ ألا تحتمل أن الخالق يكون موجود خارج هذه المنظومة مثلا؟ ألا تحتمل أنه يكون في زاوية من زوايا هذه المنظومة؟ أنت إذا تقول أنا لا أدري، لست أدري، كما يقول إيليا أبو ماضي، لست أدري، ما أدري. زين، هذه طريقة عقلائية يؤتى ويبحث معك، لكن أن تنفي تقول لا يوجد وأنت لا تعلم وأنت لم تذهب، هذا طريقة غير طريقة عقلاء، طريقة ليست طريقة عقلائية، طريقة سفهائية. فعلى كل حال، لذا الإمام عليه السلام يقول وهل يجحد العاقل ما لا يعرف؟ قال الزنديق ما كلمني بهذا أحد غيرك. زين، قال هذا الكلام لأول مرة أسمعه. الإمام راد يأكد دخول الشك في قلب هذا، كان قاطع بعدم وجود الخالق، الإمام يريد أن يوصله إلى اليقين بوجود الخالق، واليقين يمر بالشك، فأراد أن يتأكد ويؤكد هذا الشك. فقال أبو عبد الله فأنت من ذلك في شك، فلعله هو ولعله ليس هو، يمكن يكون خالق ويمكن لا يكون خالق. فقال الزنديق ولعل ذلك يمكن. المرحلة كان نفي المطلق، وصل إلى مرحلة الشك. ثم بعد ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام يبدأ معه في المرحلة الثانية. أنت شاك لا تدري، زين اسألني عن الدليل وأنا أبين لك الدليل. أنت ما تقدر تنفي لأن أنت ما تدري، أقصى شيء أن تقول لا أدري، ولا يمكنك أن تحاجج بلا أدري، لأن لا أدري ليست مادة للاحتجاج، ليست مادة للنقاش. النقاش يجب أن يبتني على مقدمات علمية، يجب أن يبتني على يقينيات، على فطريات، على متواترات، يعني على أمور علمية، هذا مادة النقاش. أما لا أدري، عدم العلم، ليس مادة للنقاش. أنت أقصى ما يمكن أن تفعله أن تطالبني بالدليل، ما هو دليلك؟ لا يمكنك أن تجحد أو أن تنكر. إن شاء الله في الجلسة القادمة نبين البرهان الذي أقامه الإمام عليه الصلاة والسلام لإثبات وجود الخالق لهذا الكون، وأن ذلك الخالق هو الله سبحانه وتعالى لا الأصنام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.